فرنسا العرب تخبى بالمنطقة هاي. هاي كانت مثل غرفة عمليات للأمير عودة أبو تايه أمير البدو، والشريف عبد الله بن حسين اللي هو أول ملك للأردن، الملك عبد الله المؤسس، ولورنس العرب اللي هو كان ضابط من الجيش البريطاني. الثلاث قادة كانت هذه غرفة عمليات لهم بال 1916 ل 1918 لما بدوا معاركهم ضد الأتراك. والإشي اللي زادها كمان أهمية لهم اللي هو صد الصوت بالمنطقة، فكانوا بيعلموا الناس اللي الحراسة يعطوهم أصوات مثل أصوات الطيور والعصافير، فأي أحد يجي من الزوايا من المدخل أو المخرج بيعملوا أي صدى أي صوت، صد الصوت بيوصله لجوا لهم وهم خلص يلزموا الصمت ويتخبوا. ما دايما كان جالس في المنطقة هذه بيطلع على المكان اللي هو المخيم هناك، مكان ما عملوا فيلم ذا مارشال. هو كان قاعد مثل هيك بالضبط القعدة هاي ويطلع على اللوكيشن اللي هو الفيلم لما كان مبني هناك. طبعا في المنطقة هذه صوروا فيلم علاء الدين لويل سميث ألادين، اللي هو أشهر لقطة كانت اللي هي المغارة على شكل وجه الأسد. كان اللي هو الطير الصقر ينزل من تحت البرج في الاتجاه هذا، وكانت هذه في جرين سكرين كبيرة اللي هو شاشة خضراء هون على الجبل اللي هو جرين سكرين، وكان بالفيلم عملوا الوجه الأسد هون في الزاوية هذه في المنطقة هذه. طبعا كانت كبيرة جدا يعني. في ناس يستخدمها مثل البودرة أو البلاش أو الأشياء هاي للسيدات، نحكي لهم إنه فري ميك اب يعني.